الإجراءات اللي قامت بها الحكومة من أجل مواجهة الغلاء. هذه الحكومة ظهر في تنفيذ القانون المالية ديال 22 الإمكانيات المالية الكبيرة اللي وصلت غير في شقها المرتبط بالدعم 40 مليار ديال الدرهم، لكن هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى اللي قامت بها الحكومة، خاصة إجراءات اللي مرتبطة بالدعم المباشر، خاصة بإجراءات اللي جات أيضا في الحوار المباشر والحوار اللي كان مع النقابات واللي جابت مجموعة من المكتسبات. أيضا كنذكروا جميعا العشرات المليار اللي جات بتوجيهات من جلالة الملك من أجل دعم مجموعة من المنتجات الفلاحية. اليوم نحن جد سعداء أنه يعني الحمد لله النسب ديال التضخم عموما في بلادنا غادية نحو الانخفاض، وهذا إيجابي جدا، والحكومة سوف تستمر في هذا الإطار هذا من أجل تعبئة كل الإمكانيات اللي ممكنة من أجل مواجهة هذه الأزمة. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.